السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف السادس، نستكمل اليوم الجزء الثالث من الدرس الأول من الوحدة الثامنة بعنوان إيجاد مساحة متوازي الأضلاع والمعين. هدف درسنا نستطيع استعمال ما تعلمته عن مساحة المستطيل لإيجاد مساحة متوازي الأضلاع والمعين. نبدأ مع بعض، نفتح الكتاب 207 مثال 3 الجزء A مساحة متوازي الأضلاع أدنى تساوي 72 متر مربع، أوجد ارتفاعه. هنا ادانا المساحة اللي أنا كنت كل مرة احنا اللي بنجيبها، اداني في المثال المساحة وهي برمز لها بالرمز A، أوجد الارتفاع اللي هو H. يعني معنى كده معطيات السؤال اللي عندي A ومديني B وهي 12 متر. نبدأ مع بعض نكتب صيغة أو مساحة متوازي الأضلاع. A بتساوي B ضرب H، بنعوض عن ال A بال 72 بتساوي ال B عندنا 12 multiply H عندي مجهول. نلاحظ هنا أن المسألة ضرب بها مجهول اللي هو الارتفاع، إذا نحولها إلى قسمة بنقول H بتساوي نقسم 72 تقسيم 12، إذن ال H بتساوي 6 متر. نيجي مع بعض نشوف الجزء B مساحة متوازي الأضلاع المجاور تساوي 135 سنتيمتر مربع، أوجد طول قاعدته. نلاحظ هنا معطيات السؤال اداني المساحة وهرمز لها بالرمز A زي ما اتفقنا، اداني الارتفاع H ويريد عندنا ال B مجهول. بنكتب صيغة مساحة متوازي الأضلاع A بتساوي B ضرب H، بنعوض عن ال A 135 multiply ال B زي ما هي مجهولة multiply ال H بعوض عنها 15. زي ما اتفقنا في الجزء A المسألة عندنا ضرب بها مجهول اللي هو ال B اللي هي القاعدة، إذا نحولها إلى قسمة يبقى 135 divide 15. نقسمها قسمة مطولة، ال 13 أصغر من ال 15 إذا نأخذ 135 كلها. بنبحث عن رقم إذا ضرب في ال 15 يعطيني 135 أو رقم أصغر منه، نلاقي 9 multiply 5 equal 45. بنكتب ال 5 ومعانا ال 4، 1 multiply 9 equal 9 plus 4 equal 13 0 0 0. إذا ال B وهي القاعدة بتساوي 9 سنتيمتر. نيجي مع بعض نحل، حاول أن تحل الجزء B مساحة متوازي الأضلاع أدنى تساوي 65 متر مربع، أوجد ارتفاعه. أول حاجة قبل ما أبدأ أعرف المعطيات السؤال إيه. 65 متر مربع وهي A، ال H عندي مجهولة، ال 13 متر وهي B القاعدة. نبدأ مع بعض نكتب صيغة مساحة متوازي الأضلاع A بتساوي B ضرب H، بعوض هنا عن ال A ب 65 بتساوي ال B هعوض عنها ب 13 multiply H عندي مجهولة اللي أنا هجيبها، إذا H بتساوي هنبدأ نقسم قسمة مطولة 65 divide 13. نبحث عن رقم إذا ضرب في الثيرتين يعطيني 65 أو رقم قريب منه، نجد الناتج أحسنتم 5 multiply 3 equal 15. بنضع ال 5 ومعانا ال 1، 1 multiply 5 equal 5 plus 1 equal 6. إذن الارتفاع عندي بيساوي 5 متر. نيجي مع بعض نفتح الصفحة بيج 208، معين مساحته 440 متر مربع
وطول قاعدته 22 متر. اوجد ارتفاعه. نبدأ مع بعض نحل المثال. اول حاجة صيغة مساحة المعين هي نفسها نفس صيغة مساحة متوازي الاضلاع. A بتساوي B ضرب H. بعوض عندي بالـ A هي المساحة بالـ 440 equal الـ B عندي بـ 22 هي القاعدة multiply H عندي هجيبها لأنها مجهولة. إذن H بتساوي هقسم الـ 440 divide 20 الزيرو بينزل 44 divide 22 equal أحسنتم 20. إذن ارتفاع المعين هو 20 متر. نيجي مع بعض نفتح صفحة مثال 13. مساحة المعين المجاور هي 52 متر مربع. اوجد طول قاعدته. نلاحظ من خلال المسألة والشكل أمامنا أن القاعدة B هي مجهولة. الارتفاع عندي هو 6.5. إذن بكتب الصيغة مساحة المعين هي بتساوي A بتساوي B ضرب H. ال B عندي 52 بتساوي ال B مجهولة هجيبها multiply H بتساوي 6.5. B بتساوي المسألة عندي ضربه فيها مجهول إذا نحولها إلى قسمة 52 divide 6.5. نلاحظ أن المقسوم عليه كسر 10 والبوينت بعد رقم 1 إذا بنضرب فيه أحسنتم في 10 لطرد البوينت. طبعا زي ما بضربت في المقسوم عليه بضرب أيضا في المقسوم إذا يكون العدد عندي في المقسوم 520. بنقسم 520 divide 65 بنبحث عن رقم إذا ضرب في 65 يعطيني 520 أو رقم قريب منه. نجد أن الناتج أحسنتم 8 multiply 5 equal 40. بنضع الزيرو معنا الفور 6 multiply 8 equal 48 plus 4 equal 52 minus 0 0. إذن الـ B بتساوي أو القاعدة بتساوي 8 متر. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الثالث من الدرس. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.